مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينج، ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات. مشاهدينا الكرام، تحت شعار من أجل جزائر خضراء، أطلق الشاب فؤاد قبل سنوات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجير الطرقات والمساحات التي يتراجع الأخضر منها، إسهاما في حماية البيئة في مدينته لتشمل كل ولايات الوطن. وانضم العديد مشاهدينا من المتطوعين في عدة ولايات إلى هذه المبادرة، حيث تمكنوا من غرس الألاف من الأشجار من ولاية إلى أخرى، يسافرون ليغرسوا الأشجار والتوعية بأهمية التشجير من أجل الجزائر والوصول للهدف المرجو. وحققت هذه المبادرة أو مبادرة الجزائر خضراء لتشجيع غرس الأشجار التي أطلقها الشاب فؤاد والذي ينحدر من ولاية باتنا تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقد صدى كبير. نترككم مشاهدينا تتابعون بعض هذه المشاهد التي نشرها على صفحته الرسمية أو صفحة الجزائر خضراء، ثم نعود إلى التعليق. ربي وفقنا على الشيء هذا كامل في العاصمة، في باتنا، في الشرق، في الغرب كامل، خضرة بإذن الله، في البلدان العربية خضرة بإذن الله، الجالية الجزائرية في أمريكا، في أوروبا كامل خضرة بإذن الله. الحمد لله، هذا كله توفيق من الله. تبعونا بإذن الله، راهو فيها خير كبير إن شاء الله، خضرة بإذن الله. الصورة هذه تعطيك القمش، شوفوا شجرة برك شحال واحد راهو رانا هنا في العاصمة، المطار كواري بومدينة، الله يبارك. هذه منقول لكم شوفوا النجر اللي يحديه اللي غرسها، لازم تغرسوا تحتاسبوا وتتمتعوا. الشجره هذه صدقه جاريه. شوف هاي لكم تيكوما، شوف الشجره كي تروح في الطول ينقص هو اللي يسقمها. هذه راحت لنا في الطول، هذه رانا هنا في باتنا، باش نقول لكم تيكوما كي تكون في بلاصه مستك فيها اغرسها في الحديقه ولا في المنزل. هاي لكم ما شاء الله، هذه وجبت لها عطيتها، شوف كيفاش تعمرت الشجره نتاع الشجره كامل تخرج معمره. هذه ذاك الشيء ان شاء الله من سبتمبر بربي ان شاء الله ولا فاوت تنور كامل، تنور وهي خضراء، تسمى تولي خضراء وصفراء. خضراء باذن الله. مشاهدينا الكرام، طبعا مبادرة لقد صدى كبير في كل الولايات تقريبا وعرفت نجاحا، وكانت التعليقات كالتالي. في التعليق الأول من سيف الدين، الذي كتب الشخص المناسب في المكان المناسب، شخص هذا مكانه الميدان ويعمل لوجه الله. تعليق آخر من حمزة كتب بارك الله فيكم ووفقكم لما فيه الخير للبلاد والعبادة. تعليق من عيسى كتب بالتوفيق وجعل الله مجهوداتكم في ميزان حسناتكم وجزاكم عنا وعن الوطن خير الجزاء، اللهم أمين يا رب العالمين. تعليق حسن الذي كتب خضراء الجزائر إن شاء الله يا رب، ربي معكم وبكم نفتخر، ربي بارك ويزيد ما شاء الله. تعليق محمد كتب بارك الله فيكم أخي، جزائر خضراء بيد الرجال الواقفين. تعليق آخر من بالقاسم كتب مبادرة جد طيبة، خاصة وأن الكل يشارك فيها حتى الأطفال، وهذا هو الهدف المنشود. تعليق آخر من إسلام كتب سخرك الله للمنفعة، ربي بارك فيك ويجازيك. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز التعليقات، والآن ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الثانية. مشاهدينا الكرام، اعمل الخير وأرميه في البحر كما تقول العامة في أمثالها الشعبية الحكيمة، فهذا مشاهدينا مثلا يدعو بالطبع إلى أن تبذل الخير والمعروف للآخرين والمساهمة الفعالة في تخفيف الألم وتفريج الكربة ومساعدة المحتاجين من دون أن يكون انتظارك لكلمة شكر أو ثناء. مقولة تنطبق على شاب صاحب مبادرة جميلة بالواجهة البحرية بولاية جيجل، حيث قام بوضع لافتة مكتوب عليها ماء بارد في سبيل الله. طبعا هذه المبادرة الإنسانية أظهرت إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي متمنين انتشار مثل هذه الأعمال الحسنة والخيرية التي تعكس الترابط والتكاتف بين الجزائريين. وكانت التعليقات كالتالي، نور هدى التي كتبت ربي يجازيهم خير الجزاء، فرص الأعمال الخيرية كثيرة والرابح فيها من اغتنمها، ربي قدرنا على فعل الخير. توفيق كتب ما شاء الله، ربي يجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله،
الله يا رب. تعليق آخر، محمدي كتب: مبادرة إنسانية ممتازة جدا، بارك الله فيكم جميعا. تعليق آخر كتبت: جهيد الماء من أعظم الصدقات، ربي يجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله. تعليق آخر مشاهدينا الكرام، ندى كتبت: أفضل الصدقات هي الماء بالأخص في هذا الحر، فاللهم اجعل صاحبها من أهل الجنة. تعليق آخر كتب: مبادرة رائعة تستحق كل الاحترام والتقدير، واصلوا على مثل هذه المبادرات وربي يكتب أمثالكم. تعليق مصطفى كتب: والله أنتم أبطال وقدوة لرجال السياحة المحترمة. وبهذا التعليق مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار ترندينج، شكرا لكم.